هذا البرنامج برعاية الرياحين لإنتاج العصائر المحدودة بغداد جميلة الصناعية مقابل جراج الشمال. انتظروا منتجاتنا الجديدة. تعال ماجد ياسين وتعال شبحك عصير تعال تعال من رايحين. بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورنا الكريم رمضان كريم وحلقة جديدة من برنامج أنت والمسؤول من خلال قناة الديار الفضائية. اليوم ويانا نجم من نجوم الكوميديا وفنان معروف بأكثر المواقف الكوميدية والمسلسلات والمسرحيات، مواقفه طبعا ويانا احنا أصدقاء شخصيين. رحب أنا وإياكم بالنجم ماجد عبد الجبار. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى أمة وعلى أمة الإسلام أجمع إن شاء الله. وطبعا هاي الفرصة الجميلة ونشكر قناة الديار على هاي الفرصة الجميلة وإن شاء الله بالتوفيق. شكرا. الله يبارك بك. كما أرحب والترحيب مؤجل يعني بضع ثواني أو دقائق بالسيد المسؤول اللي مشرفنا ويانا بالاستوديو. طبعا سياسة برنامجنا أوضحها للمشاهدين وإلك أستاذ ماجد أنه هي تستضيف شخصيتين معروفة ومرموقة ومشرفينا. شخصية سياسية مسؤول في منصب ما وشخصية معروفة أخرى فنية رياضية إعلامية يعني من شخصياتنا المرموقة. راح نخفي الشخصية الأخرى اللي هي المسؤول نخفي مؤقتاً حتى نطرئينه بما يقدم للشعب. ماشي. وصوته مغيري بإفكت خاص قد ممكن يكون صوته كوميدي أو صوته يعني غريب على مسامعك خصوصاً أنت مطرب يعني الجمهور لما يعرف أنه تغني. مستاكلته مو مطرب أمي؟ لا أنا مو مطرب أنا مطرب عن الطعام. لا. فشنو راح صير أسئلتك أنت لك مطلق الحرية بطرح أي سؤال. جمهورنا الكريم نرحب أنا وإياكم وماجد عبد الجبار بحضرة السيد المسؤول ونقول له رمضان كريم استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أخ كاظم وأحيي جمهورك والضيف اللي معك وأشكر قناة الديار وإن شاء الله رمضان كريم عليكم. وأعتذر جدا تأخرت عليكم ربع ساعة وهي مو من عوايدي. أشكركم. شكرا جزيلا لك أستاذ ورمضان كريم عليك. أستاذ طبعا اليوم نريد تكون ويانا مطواع وأنت كالعادة شخص كريم واحنا نطمع بكرمك باستيعاب اكثر عدد واجرأ عدد من الاسئله التي ستطرح من استاذ ماجد ومن قبلي وحتى ممكن ندخل اتصالات مباشره ويا الجمهور. كل يدان صاغيه. الله يبارك فيك. اسمعكم وصدري مفتوح. الله يبارك لحضراتكم ولحضرات الجمهور. تفضل. شو مختلف استاذ لك مي؟ نعم استاذ موجود. لا مو هو شوي يمكن بيربو بس ربو بي انا شاف ان شاء الله. استاذ اذا مضايق نوقف الحلقه او شيء؟ لا استاذ لا بس انا يعني انا اجرب مشاف ان شاء الله. استاذ ربي شافك وشاف الجميع. استاذ فهمه ها
جاي فهمه؟ اي جاي فهمه. اي شوي ادربه بس خل تفتهم الشباب. حماية بس اوكي انتظرونا برا ممكن وقف تصوير شباب وقف انا ما شفتهم انا عبالي جايين ما ادري منين شباب انتم شنو هنا؟ حماية اي ما يخالف حماية حماية استاذ كامل نعم حمايتي استاذ ممكن ينتظرون برا تعرف اكو استقبال موجودة ليش دار ضيافة استاذ يشربون شاي ماي حق ما ليش استاذ ليش؟ يعني انا مشغل معطيهم راتب على شنو؟ ما يخالف استاذ يعني هسه انت بغرفتك الخاصة بالمكتب من زرتك اني ما كان واحد من حمايتك موجود استاذ هذا مكان عملي بس هذا مكان عملنا استاذ استاذ اذا الله يخليكم يعني بس ما تصور اذا اخوكم استاذ مثل ما اكو قدسيه المكان عملك اكو قدسيه هنا قدسيه في كل مكان الشخص اللي انا راسي استاذ انا انسان مهدد يعني مهدد من اطراف خارجيه ليش ليش يقول انا مهدد اطراف خارجيه مهدد وين وين بسوق عموما استاذ عموما ألف عين لأجل عين تكرمه واشكرهم لأجل صاحبه يعني. أشكرك نرجع احترموا الجانب احترموا مش 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 يلا استاذ حماية أعزائي المشاهدين طبعا نعم اسكت ابني لا تحكي اسكت ابني لا تحكي عفوا حبيبي أنا ما ضايق لا بالعكس بس أسأل احنا وجودكم أنا لأن أعرف كادر يا عفوا بعدين هذا الجهاز يا ريت تطلع لنا ذبذب اكو استاذ عامر جهاز هذا طفيه وسوي ذبذب اكو استاذ كاظم امسحوها بي الله يبارك فيك استاذ كلك كرم استاذ راح ادخل منين ما قطعنا حتى تروح استاذ ماجد طبعا اليوم السيد المسؤول هو من اخواننا ومن الناس اللي الكرماء جدا باستيعاب الاسئله وان شاء الله صدره رحب ان شاء الله ونتمنى بحق هذا الشهر المبارك يشافيه ويشافي جميع مرضى خدمتكم رغم الوحكه الصحيه اللي قاعد يمر بيها وهو على ابواب سفر للعلاج تعرف مسؤولين اللي يعالجون هنا فاجوا ويانا شكرا لك استاذ خدمة استاذ ممكن اعرف ادارتك صار لها كم سنه؟ يعني تقصد بمنصبي؟ بمنصبك بالضبط نعم انا بالدوره الاولى كنت نفس منصب يعني 4 سنوات الدورة اللي فاتت وهذه الدورة صار لها سنة يعني بالضبط صار لي 5 سنوات خمس سنوات؟ استاذ دقيقة يا بدر قطع استاذ عامر هذا لازم تخلي بالست ايه بالترجمة شو يقول؟ ليش استاذ؟ استاذ انتم مغيرين استاذ انتم مغيرين الصوت استاذ شوية ما فهمت شيء. لا مو خفوا من الذك ترى ما نعم استاذ نعم تفضل. اي اوكي انا عذرا استاذ والله اسمع بس استاذ حفاظا على مصداقيتك ان شاء الله حتى يا رب ضحكة خير واستاذ يعني عذرا استاذ هو صديقي يعني تقبل مني لان احنا بنروح نضحك. اي استاذ نعم استاذ تعرف اللي صاير شنو؟ ما قاعد يفتهم فلازم خلي ترجمة جوه. استاذ كلامك. مو ذنبك استاذ مسحبينه، مو ذنبك. صوت يمكم استاذ، صوت يمكم استاذ. وين قاعد بالبيت ولا وين؟ ما افتهم. لا لا نرجع حساسة عدلوا. يعني عدلوا صوت؟ عدلوا استاذ عامر. يلا. استاذ العيد السؤال. يا ابي. لا يا ابي استاذ عفوا مو هاي الاجهزه مالتكم عفوا ما يخالف استاذ ماكو ذبذبه عندك يا ريت تطفي حتى هذا تطفي استاذ فدوا روحك استاذ خلي الاستاذ المحايد حمايه يطفي جهازه حمايه طفوا اجهزتهم رجاء الله يبارك فيك شكرا وعذرا يعني انت تعرف احنا دائما خدمتكم امسحوني استاذ اول حلقه الله يبارك فيك لا لا هو مو احنا كل حلقه وهي مسؤول يعني هو لا قصص انا اول حلقه شنو؟ انت كل مسؤول ويا حلقه انت هذا المسؤول وياك ما يتكرر ويا غيرك. اي طبعا. نرجع استاذ؟ يلا. سياده المسؤول طبعا اول سؤال هو مدى يعني ايش قد صار لك بحكمك او بادارتك في منصبك؟ استاذ جاوبتك على هذا السؤال.
موتر ادغام صار. جلبت والله يا الله. انا سمعت 5 سنوات بالاخير. نعم بس الباقي شنو ما فهمته؟ 5 سنوات بالاخير وقبلها كانت بالداخل. استاذ انا بالدوره الاولى. استاذ عيد استاذ عيد في العيد. عيد عيد استاذ اسف. شلون جلبت استاذ؟ عذرا بس خليش استغفر الله. ما تكلم يعني بعد ما تكلم. مو هاي المشكلة، المشكلة سمعت شلون الافكت؟ جاوبت على زول. يلا يلا يلا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا لا ارجع انت كانت انه تضحك. لا لا يلا ارجع. لا بروح ابوك انكل. يلا 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 سار. كيو استاذ بس ممكن نعرف ايش قد صار لك بمنصبك؟ استاذ انا بالدورة الاولى 4 سنوات. شنو نفس الشيء؟ ما لا 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 الدورة الاولى 4 سنوات. لا الصوت واضح. نعم والسنة اللي احنا بها يعني انا صار لي 5 سنوات بها. 5 سنوات اذا بهذا المنصب. نعم اذا يعني اعيد ترشيحك الى منصبك اكيد من خلال ما قدم من خدمات على ضوءها رشحوك ابناء محافظتك. نعم اكيد وهذا شيء يحسب لك ونبارك لك جهودك. اكيد انا لكن استاذ احنا عندما زرنا بكل صراحة شفنا المنطقة المحيطة بالمركز بمركز إدارتك أستاذ ماجد. ايه؟ يعني على أتم قسما بذات الله يمكن تقول هاي مو بالعراق. التبليط يعني الألوان الرصيف. أشكرك أستاذ. الزهور صح. التشجير يعني مسوي له سياج ثالث يخبر. لكن أستاذ واسمح لي وإحنا اتفقنا انه تكون صدرك رحب خدمتكم استاذ. استاذ يعني بعيدا عن المركز مو اقل من كيلومتر تلقى العكس استاذ. يعني ياخذ صوره يمك بالمركز مركز ادارتك وهناك اطلاقا ما يقارن بين الصورتين. ليش استاذ؟ يعني مما يعاني مما يعاني مواطنيك ابناء منطقتك محافظتك من اهمال وعذرا من هذا ثقل هذه الكلمه اهمال من قبل ادارتك. لا استاذ اول شيء مو مهمل، ثاني شيء انت ومن فمك ادينك، انت تقول شوارع مبلطه وتشجير وارصفه نظيفه، معناه انه احنا جاي نشتغل على 24 حبايه، اما الاطراف يعني تعرف احنا صار لنا سنه بهاي الدوره الجديده وتعرف اكو ميزانيه. من توصل للميزانيه نبلش بالاطراف وانت شفت يعني الشوارع مبلطه والاناره وحتى مجاري الصرف الصحي من مطره قبل شهر يعني ماكو قطرة مي واقفة بالشارع. صار 5 سنين. لا استاذ انا احكي على الدورة الجديدة. الدورة اللي مضت استاذ ماجد ما كانت الدورة الجديدة اكو تبليط؟ الدورة فاتت وين صار 5 سنين يعني 4 سنين وهاي دورة جديدة. هسه احنا نقول ليش صارت يعني صارت فيها حرب وصارت مال داعش نقول الله لا يعودها ان شاء الله. ان شاء الله. امين امين. بس نقول الميزانيه نقول راحت ما راحت زين هسه وين يعني ما اعرف ولا شارع مبلط شفت الصبات اوكي خلف الله عليكم شفتوا لا لا نحكي عن بغداد احنا نحكي عن محافظته محافظته هو اي انت بس. انت بما قدم من خدمات انت راضي عنها تحاجج الاستاذ والله انا مو انا احكي هم الناس عندي اصدقاء من المحافظات واهلنا هناك وقرايبنا يحكون ماكو خدمات يعني ما يخالف انت غير من الشعب لا يعني ما شايف عيني نقول بس يسولفوا لي المحافظات استاذ انا ما جاي افهم سؤالك استاذ يقول يعني من خلال علاقاته بابناء المحافظات يعني يقول ماكو محافظه راضيه كلها مقصرين يقول وانا شيء يخصني استاذ انت تعال الرقعة الجغرافيه اللي انا مسؤول عنها وراح تشوف الشوارع المبلطه والاناره والتشجير استاذ والاطراف بس المدخل بس المدخل المحافظه الاطراف ما مسؤول استاذ انت يعني اذا تريد انت منين تبدي؟ يعني اذا تبدي من المركز وبعدين تتوسع للاطراف، يعني هسه اضرب لك مثل ولا هو مثل يعني انت من تجي تاكل سمكه تاكلها من الذيل ومن الراس. يعني اول مره تبدي بالمركز. بس نفس الشيء استاذ الحمى بتجيك من الرجلين استاذ، قد يكون اهمالك مقصود يعني بمكانات ما ويعني ما مقصود بمكانات اخرى، يعني ايش معنى انت السنه بس هاي رقعه جغرافيه استاذ يعني انت مو حكيت بالبدايه حكي حلو قلت المدخل حلو وتشجير وارصفه يعني معنى هذا مو جهد هذا مو عمل يعني هذا ما مشتغلين احنا جبنا ناس من الخارج يشتغلوها مثلا مقتنع انت بكلام ما مقتنع انا ان شاء الله ما موجود ليش ما مقتنع استاذ ما يعني ما موجود هذا ما
موجود انت ما جاي جايني 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 وشايف موجود ما موجود ليش يعني لا احنا نروح نعرض مسرحيات المسرحيات جديده اشوف شوارع اشوف كذا ده اشوف بس الرئيسيه بس داخل داخل المحافظه مو انتم تروحون تعرضون على المسرح تنامون بالفندق طلعتوا للشوارع يعني بالطياره نروح الفندق احنا غير نشوف يعني رحتوا يعني رحتوا للاقضيه رحت بالنواحي وانت قبل شوي قلت ومن فمه انت الاقضيه استحلفك بالله نعم انت شاملها برعايتك لا شلون استاذ لا استاذ عذرا استاذ ماجد ما هو شغله انت الاقضيه دائما انا عامل. رحت اقضيه بالنواحي زين احكوا يا مو زينه احكوا يا مو زينه شنو مو زين تبليغ ماكو استاذ حضرتك تسمح لي استاذ ماجد انا برنامجي انت والمسؤول اي نعم اخي اسمعني احكوا يا يعني اكو شارع مبلط تبنيت قديم ما نقول احنا في زمن معين لا خلينا نحكي بالعاميه نقول عفي هسه هيك هسه انا رضيت عليك اي اي صير انت بعد انت شوارع ماكو انت مواطن عراقي تقول تسجيل ماكو بناء استاذ ماجد عمراني استاذ ماجد انت نعم. انت عندك بيت نعم اكيد عندي بيت عندك بيت انت هذا قبل ما يصير بيت مو كان قاع سوى قاع بنيت اساس بنيت بتلو صعدت للرب اطلبخت بيضت غير العافيه بالتداريج نعم يعني هسه احنا بدينا بالمركز باكر بنبلش بالاطراف بعد سنتين 17 سنه ساعه تبلش؟ لا استاذ سنتين 5 سنين انت صار لك استاذ 4 سنين وين كنت؟ ما كانت عندنا ميزانيه استاذ هاي شنو هاي؟ طبعا 5 سنوات هسه يلا نبلط الشارع؟ استاذ هو هذا الانجاز؟ استاذ كارم انتم جايبين تحاسبوني لو تحاسبوني لا بنحاسبك ليه نحاسبك؟ انا اثنيت استثنيت على رعايتك بالمركز والمركز يعني هاي هذا المراكز المحافظات هذا اتهام مبطن وما اسمح لك استاذ كارم لا 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 استاذ لا تسمح لي واحنا متفقين على رحابه زين وين عطاله بطاله قاعدين؟ عافيه وانا شعل يمين والله ملاحظه ها يعني ما عندك بمحافظتك عطاله بطاله استاذ؟ زين وذول الخريجين انا شعل يمين استاذ لا عمل اكو وزاره تبون ولا؟ والله ايش اسمه الضيف استاذ؟ شو اسمه الضيف وياك استاذ كارم؟ استاذ استاذ شو معقوله ما تعرف الكبير الله الكبير ما انتم خالي خالي ماجد عبد الجبار استاذ عوف الكبير انا انسان عادي لا انسان عادي انا مواطن انا مواطن مواطن عم اعتبره مواطن انا مواطن جايك من المصدر يلا من فئه الشعب الفقيره اللي ظلمتوها على عيني وعلى راسي على عيني وعلى راسي انا ما مسؤول عن التعيينات اكو وزاره هي اللي تعين انا مسؤول عن الخدمات انا ابلط شارع ها يعني انت ما مسؤول عن التعيينات طبعا وذول حمايتك كم ايش قد افراد حمايتك استاذ عددهم بالضبط ليش تسال الحمايه هم من التعيينات لو من حضرتك لا حمايتي 12 واحد سلام الله على 12 استاذ دول انت عينتهم لا الوزاره الوزاره نعم يعني هسه يعني عذرا الاختراق امورك الشخصيه اذا يعني اظهر هوياتهم الشخصيه ما كملوا 10 من نفس العشيره مالتك استاذ كاظم يعني انت جايب متحاسبني على حمايتك صح كلامه خطا اي صحي لا والله ابن اختك ابن عمك ابن خالك مو من حقك مو من حقك لا من حقك استاذ انا مواطن استاذ انا مواطن اخي الاقربون اولى بالمعروف ها يعني انا غير اجيب ناس اثق بها يعني اذا انا معين اثنين من قرايبي او من ولد عمي شعري شنو طامه هاي مثلا استاذ احنا تقول على الخدمات مو نعم ثق بالله انا رايح عده دول يعني استحي اقول بلد مفلش استحي بعد ما اقدر احكي لا ما اسمح لك تشوف بلدان متقدمه ما تفرد بلدان متقدمه هاي لا لا ما اسمح لك تقول بلد مفلش شارع ما مبلط شوارعنا مبلطه وبلدنا حلو والدليل يا شوارعنا مبلطه في دور اروح لك يعني اللي عذرا يعني اخواتنا شاهدنا اللي عندها ولاده بالطريق تجيب من القصات استاذ اذا هي ساكنه بمكان كل القصات انا شنو بدي لا لا استاذ احنا سوينا استطلاع بمحافظتك بصراحه ايه؟ او اذا نقيم اللي اثنوا على خدمات حضرتك وما قدم من خدمات لهم يمكن ما اقدر اقول لك جزء من العشر من 1% اخي انا لو ما مقدم خدمات ما ينتخبوني دوره ثانيه قد ينتخبوك جزء قد تكون امورك تهديداتك وامور اخرى يا ماجد لا هذا تهديد مبطن انا ما اسمح لك استاذ كامل نعم اسكت ابني اسكت اسكت ابني انت ما لك علاقه استاذ لا تدخل ما لك علاقه انا قاعد احاور استاذك استاذ انت هنا جاي احنا ليش استاذ ما قبل يكون من هذا التنقل احنا قاعد احنا نحكي ويا الاستاذ انت تجاوزت استاذ كامل نعم
ليش سر؟ نعم هذا اتهام مبطل. شنو تقول لي يعني انا اشتري ذمه من العالم حتى يتخبوني؟ استاذ انا ما بحكي على حضرتك، اقول لك قد يكون هناك امور تهديد. اخذ كامرتك وخذ ضيفك. اخذت كامرتي استاذ. عندنا اكثر من انتم شنو عباركم يعني؟ انتم شنو عباركم؟ عباركم مسؤوليه مثل شغلكم تصعدون على المسرح تضحكون الناس؟ نعم لا 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 استاذ لا 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 احنا علينا مسؤوليات جسام. لا 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 احنا مهنتنا اسمى من ان نكون ضحك الناس، احنا نزرع الفرحه بالناس. تزرع الفرحه؟ انا ازرع اشجار بالشارع. استاذ ايش عصبي ايش عصبي؟ بدك تتهمون وانا ما جاي المحكمه استاذ. منو متهمك؟ بدك تقول انا عندي انا مسويت خدمات، بدك لك ماكو خدمات. وانتم مو اساء؟ هو ليش اساء؟ يقول انتم حسبالكم انا مثلكم واطلع على المسرح. احنا مسؤوليتنا جسام. يعني شنو احنا مسؤوليتنا اكثر من عندكم، انتم ما تعرفون هاي المسؤوليه فلا تدخلون بشغلي حتى ما تدخل بشغلكم. العديس يجي تسوي لقاء. شنو؟ ليش يجي تسوي لقاء؟ توسل بي استاذ كاظم. توسلت بي؟ اي توسل بي. انا استاذ ما توصلت انا وجهت دعوه. توصلت وجهت احنا ما متهميك ما متهميك استاذ. استاذ احنا ما متهميك استاذ. احنا هذا يعني نقاش عقيم بصراحه، لكن احنا استاذ اوكي اذا ما يعجبكم انا قادر الحين ما احضر السيارات. لا لا استاذ شنو حضر؟ لا احضر السيارات. لا دقيقه 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 استاذ دقيقه ارجوك، احنا باقي لنا ما خلصنا ثلث من وقت البرنامج استاذ. ما يصير هذا الاتهام يعني هذا الاتهام ينمسح كله من الكاميرات. لا 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 شبيه شنو هو شفته من هنا حتى شفته من استاذ. احنا عندنا اكثر من شكوى من محافظتك نتمنى تسمعها. شنو شكوى؟ هسه شو؟ شنو انت مركز شرطه؟ انت مركز شرطه؟ استاذ مو مركز شرطه استاذ. انا امثل الشعب وانا امثل دائرتي استاذ. شوف محافظتك هسه ذاك من بالسيساري تبليط بلطينه اجوا شالوه بيديهم، اكو تبليط شال بالايد. اي وين؟ هاي بعيني شفتها بالفيس بالمحافظه. هذا عمل مفبرك. ها؟ عمل مفبرك. لا شو شالوه؟ مثل ما تسوون المشاهد انتم مالتكم. الطول مالت التبليط تقريبا كيلو وثلاثه. يقول مثل ما تسوون مشاهدكم. شلون؟ يعني هسه احنا هذا مشهد التبليط مشهد تمثيلي؟ انتم مال فبركه. فبركه. اوكي اعزائي المشاهدين هذا هو حالنا عندما نواجه احد بأخطائه. أقيد شنو؟ والله حتى ما عرفت أحكي والله العظيم. شنو أكيد يصير هناك يعني واحد يتهرب من الإجابات الصريحة، لذلك سوف نواجه السيد. أنا ما متهرب أستاذ. أستاذ اسمح لي أستاذ بدي أروح لك. ما متهرب أستاذ. أستاذ أنا مثل ما أنت عندك ارتباطات أنا عندي التزامات. أستاذ يعني أنت معقولة تسيء لي قدام الكاميرا وأنا أسكت؟ يتفضل السيد المشتكي وتجي ويانا تقعد ونتشرف فيه. خليه يتفضل. خليه يتفضلون 10 مشتكيين. ان شاء الله موجودين استاذ. موجودين اعزائي المشاهدين الى حين دخول وتهيئه السيد المشتكي فاصل وراجعين انت والمسؤول. استاذ على كيفك ممكن شويه تهددنا؟ لا لا مو هاجي. لا هذا مو هاجي. لا استاذ لا مو هاجي. ما يصير دخلونا المشتكي ما يصير استاذ. بعدين شنو هذا يا ابي؟ شنو هذا؟ تفضل شنو هذا؟ السلام عليكم. عفوا عفوا لا تحكي وياه. انا العفو حجي استاذ. عفوا ناصر. حبيبي حجي. السلام عليكم. على راسي. يا ابا ما يصير هيك انت لا تحترم نفسك لا تفتح لي باكم يا امي. هذيك امي ايش لها؟ ابني لا تتدخل الحمايه. نعم استاذ. قسما بذات الله محترمك يا جيل استاذ لا تربطنا باعلام. سحبي استاذ. سحبي استاذ كاظم. الله بالخير. سحبي استاذ كاظم. العفو استاذ العفو العفو. الله بالخير حجي. الله بالخير استاذ. هسه يطلع برا ما يسمع الشكوى. ودي يعيط. اي هسه يطلع. هسه يلا. يلا. كيو. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين وبرنامج انت والمسؤول ونرحب بالاخ الحجي محمد جاسم خلف. اهلا وسهلا الحجي شلونك؟ الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ان شاء الله الشباب ما قصروا. لا الله يسلمك. حجي احنا اليوم حسب شكوتك وشكوى الاخوه اللي وياك شكاوى الاخوه اللي وياك اخرى استضافينا حضره السيد المسؤول. نعم. وكلك والهوى كله لك، انت خذ راحتك واحكي وياه واحكي لنا مشكلتك يا رجل. اشكرك استاذ الله يسلمك. استاذ انا قصتي عائلتي متكونه من 7 نفرات، يعني من البدايه بدي اسولف لك وسوى بي هو المسؤول. هذا السؤال موجه لي استاذ. استاذ مو موجه لك لي بس خلينا نسمع استاذ بدور روح لك وبعدين انت. عندي 7 نفرات وقاعد بالايجار، كل شيء ما املك، اشتغل عماله
من ذاك اليوم لهاليوم هذا عمرك تشتغل عمال؟ هذا عمره حتى نبات حتى ما حد يشغلني. فأهل الرحام وعمامي والطيبين اللي مثل وجوهكم اشتروا لي وصلة قاعة 50 متر بالزراعي على أنه أقعد فيها أنا وعائلتي. قالوا لي غرفة ومطبخ حمام وتقعد. والله كريم. وبديت أبني يعني ثاني يوم أجيب عمالة وأشتغل وهم الناس تساعدني لأنه أنا كش ما أملك. قامت تجيني يعني ناس اللي هم هسه شفتهم هم فتشوني نفس الشيء. هم نفسهم هذول حمايه هذول هم حمايه. اوكي. اي. اوكي. استاذ انت عذرا قطعه الارض مالتك مجازه رسميا؟ طابو زراعي بها سنه. اي. بعدين اسولف لك هو نفس المسؤول قال لهم حمايته شققوها ومستمسكات شققوها. ليش؟ خل اسولف لك. زين تفضل. اي. ما خلوني ابني مره مرتين قالوا انت متجاوز. هاي القاع احنا نريدها. طلعت لهم الاقرار؟ طلعت لهم قالوا انا هاي ما نعترف بيها. انت متجاوز؟ علي من متجاوز. متجاوز ما يعني ما اعرف علي من يامن. طابو طابو قالوا شيل منا جاي. لا ماجد هو الزراع يكون اقرار محكمه. اقرار محكمه يعني اي اي بس هو عندي قاعد عندي اي اي مو يقول طابو طابو يعني زوجة. طابو زراعي اي زراعي ملك صرف ملك اي طابو زراعي. زين استاذ ما يريد يعني هم يريد ياخذوها. ما خلوني مره مرتين قمت انا ادفع ذولا يجون يشتغلون وعلى نص الوقت واجوا وخاصه هذا ازيد من مره اي مترقصين بالمكان يوميا يا شيل منا بطلوا ما ادري شو الناس ضاجوا وقاموا يروحون وانا ما عندي ادفع ولا جيراننا مثل وجوهكم. قال حجة ليش تعبان؟ روح المسؤول هم بلكي يفيدك بشيء خليه يكتب لي يعطيك ورقه لهم يساعدهم. انا ما كنت انه ادري هو اللي ما يقبل عبال الشغله هم. زين بس بعدين عرفت تعبالك تفوق بتشم فلس. اي بعدين عرفت استاذ انه هو عنده دونم كامل ويريد 2500 متر عنده. انا عندي دونم؟ اي دونم وتريد هاي 50 متر الضمان الدونم مالته. معلومتك خاطئه وحرام عليك. معلومتك خاطئه انا عندي والله حرام عليك. انا من خير انا من خير يعني ال 50 طب وين الدونم؟ ماجد يقول عندي 20 ما طالعت لي. ايش قد عندك؟ 20 دونم قليل ما انا من خير والله لعب حقك انا من خير. صار خلني اسمع خلني اروح له. اللي عندك لاعب على 50 متر هذا الشخص منين جايبينه؟ الشخص جايبه من جيبي غير من محافظتك استاذ. بعدين استاذ اذا انت تقول ما شاء الله عندك 20 دونم نعم يعني الشغل فقير وشيباته صاحب عاله على 50 منو قال لك؟ هسه خلني اسمع هو كذاب هذا انسان كذاب. لا والله انت كذاب. لا كذاب والله كذاب. والله كذاب والله انت كذاب. ولو ايش علاقه خليك ما لك علاقه ولو تسمح لي القناه خليني اقول اسمه وفضحه. يلا بالله انا اقول اسمه هسه يطلع هسه ترى هو عارفه ويعرفني محضر لي محضر لي طالع ويطلع براحته والناس تشوفه. تفضل استاذ كمل. رحت لك رحت لك. زين رجاء استاذ بس حجه رجاء ما تدخلون مرت بالقران اطلعكم برا. رجاء استاذ كانوا استاذ كانوا انا اللي بدي دعوتك ودعوه القناه. هذا الشخص الكذاب ليه يتجاوز؟ ما يتجاوز بس انت بتكذب استاذ. تقعد تتجاوز انت تعرف يعني رجل مريض ما تحمل. رجل مريض عندي رب ما تحمل فلا يتجاوز هذا الشخص. استاذ انت قاعد تتهم بالكذب وتقول يتجاوز؟ اي يتجاوز عليه. انا ابن خير وعند خير بس اوعز للحمايه خلي يسكتون استاذ. القم لحد دخل لحد دخل استاذ. رحت قبل السبعه انتظر. زين على انه الواجهه السبعه الصبح لقيت قدامي ما يقارب 12 13 واحد هم عندهم شكاوي. جاب العشره شنو بالسبعه الصبح استاذ اكلهم بالسبعه الصبح؟ احنا جينا واحد بالما بعدين جينا بعدين جينا لا استاذ دوامي انت ب 8 ونص الصبح استاذ جايين باب دار استاذ باب دائرة يحزون. وبسلوب استاذ يبيع قيمر يبيع حارس مال مسؤول. استاذ شنو يحزون انا يعني؟ والله هذا اسلوب مال مسؤول. انتم جايين والله حرام عليك. استاذ كاظم ترى شنو كاظم؟ اكبر ظالم انت، اكبر ظالم انت. احترم نفسك. لا والله انت احترم نفسك. انت احترم نفسك. احترم شعباته. محترمك انا بس انت ما تحترم. اللي عنده شغله يجي بالسته مو بالسبعه، بس انت تجي بالعشره. يعني جبتك بالسته. لا هسه ما لخص لك حجي استاذ. نعم. هسه احنا من نريد نروح؟ عندنا مراجعات الدائرة خصوصا كبار السن مثل حجي محمد يعني يروحون من وقت. هذا من 5 الصبح انا شنو ذنبي افتح لك دائرة من 5؟ استاذ ترى عصبيتك عصبيتك واحدة والله توخني
والله دوخني. إيه هو هيك هو طريقته هاي. ليش والله يعني هذا كل تجربة. سارة نزل. ولقيت قبل الناس. سارت أنا ولا واحد. لقيت قبل الناس. قال وجي اجي حضرت الساعة العشرة. بس أنت صور هاي ليه؟ مو بالستة بالسبعة ونص ثاني لا وصل والله من حقك صار عصب عليك لا العصب تروح يا استاذ غير بثمانية ما يخالف ما خلوني برا ما يخالف استاذ برا احنا ورا انت لو تجي بالستة بتعرف هذا ما يخلي واحد يدخل هذا حمايته ما يخلي واحد يدخل احنا واقفين برا وطبعا مكان من غير بواب استاذ تقول خصتك تفضل ايش فيه الحمى شو مخنزرين استاذ هذا اسلوبهم لا ضحكة لا بسالفة لا ايش فيك مخنزر استاذ شو بس لو استاذ خليك وياي رجاء خليك راح وقت استاذ عمر شنو مبسوطك تحماية وهذا الكوميديا قاعد تسرحها اتمنى تترجم الى اعمال تفرح الشعب اتمنى الف الحمد لله وشكرا اي اتمنى يعني الرجل كبير بالسن كبار السن نوجه لهم تحيه وان شاء الله طالت العمر على راسه كل شيابنا والله يحفظ حجاجنا ويشاف مرضانا على راس على راس بس يصير يتجاوز لا اسمح لي استاذ التجاوز انت كاذب احنا كبار السن من اللي عنده مراجعه يغبش من الصبح على حكايه اهلنا صح وين طقت البريج يعني هو غابش شنو الاسلوب هذا استاذ كاذب استاذ هو شنو طقت البريج شنو عموما عم راح تقول له بالعشره يا اخي يعني استاذ رحت بالسته انتم ما تقولون استاذ استاذ كاظم باب الدار تفتح بثمانية ونص انت الدوام انا اقعد برا بثمانية ما يخالف كمل فتت استاذ فتت دخلنا ايه. بستة الصبح فتت لا ما بستة لا استاذ انت ظهرت ثمانية ونص ثمانية ونص انت ظهرت شنو هاد الحج مال هو والمشتكين شايف يا نعم باب الدار باب الدار فتحت الدار دخلوا دخلوا بثمانية ونص قول بتسعة هسه هو مستغرب يقول لك يبيع قيمة هو قال الساعة ليش اجى؟ لقيت اجى الساعة 10 تفضل بالعشرة اجى تسمح الحمد استاذ اسمعك استاذ انت تقول بثمانية ونص وجاي بالعشرة اي الدائرة بس اسمعني اعطوني مجال احكي مو اخذهم بالصوت يلا استاذ يعني الدائرة يبتدي دوامها بثمانية ونص زين انا اذا عندي مؤتمر عندي تفتيش جولة تفتيشية للدوائر الخدمية يعني غير اطلع وانا ارجع بالوقت اللي يعجبني يعني والدائرة اكو مدير مكتب اكو سكرتير استقبل المواطنين اوكي مدير المكتب وقت يوم محدد انا استقبل به الشكاوى اسمع المفاجاه لعد من اجى بالعشره اجى بالعشره دخل على فكره انا عذر الحجي انا على اطلاع تام بالشكوى وشكاوى الاخرى اللي برا استاذ على اطلاع تام ما يهمني استاذ انا ما جاي بمركز شرطه طبعا دخل يلا احنا دخلنا بعد ما احنا ما ندري شكو جوه زين. احنا مو لقانا جوه هو اصلا دخل وبعدين دخلونا زين يعني انت من 10 ونص ما داخل برا داخل الباب الى ان اجى ودخل ما موجود وبعدين ما اعرف شنو وهسه الطبون دخلنا هسه غير استقبلنا يابي السكرتير فحطان لا فحطان للمؤتمر ب 11 ايه يابي ب 12 صارت قال عنده ضيوف ذولا قبلكم الضيوف جايين عم احنا بالباب يا ضيوف شو وقت دخلوا ضلينا ننتظر ب 12 ب 12 مكسور لا حول ولا قوة اجت العلالي كلها مسلفين اكل اكل؟ اكل جابوا زين امي لكم؟ لا الهم ابن احنا ما جابوا لنا استاذ الهم للضيوف استاذ يعني جايب يعني هاي الفلوس انا جايبها من بيتكم بيت الخلافك ماشي تفضل هذا اسلوب هذا استاذ هسه هسه ما تحكي انت لعبت بيت الخلافك انت استاذ يعني انت هسه اعتراضك وشكوتك لين انا اجيب اكل للضيوف؟ لا لا شنو؟ اسمع استاذ انت بعدين استاذ انت بمنصب استاذ ماجد شو ما تحكي ما اعرف ليش تتهزم من الواقع ما ادري يعني ما اعرف استاذ انت عاجبك هذا المنطق يعني انا اذا انت تجيني ضيف واذا تجيني استاذ ماجد استاذ ماجد اذا تجيني ضيف انا نعم. ما اقدم لك ضيافه زين هذول الناس جايين من 6 الصبح اي نخلص شغلنا ونستقبلهم استاذ الساعه 12 من 6 الصبح ل 12 اكو سكرتير استقبل شينا هاي لا هاي ما ابغى زين استاذ يعني هسه انتم صرتم ملائكه واحنا شياطين المهم كمل حجي كمل مهم كمل ب 12 طبت السكاكين مدرسه صواني لا صواني نفضح ما ياكل تخلت نفضح نقول استغفر الله انتظرنا حكينا وياه تعرف مو بس انا كناس مشتكي سكرتير ياه يصير هيك صار لنا كساعات غير تدخل لك واحد يستقبل له واحد يعني لهم اكل وبعد الاكل شو اسمه شنو صايحنا ويا السكرتير صار صوت عالي طلع الافندي احترم نفسك انت احترم نفسك استاذ احترم نفسك لا شو اقول
هذا البرنامج برعاية الرياحين لإنتاج العصائر المحدودة بغداد جميلة الصناعية مقابل جراج الشمال. انتظروا منتجاتنا الجديدة. تعال ماجد ياسين وتعال شبحك عصير تعال تعال من رايحين. وقف وقف صادق مزبان صديقنا واخونا وابو تراب ايضا صديقنا سياده المسؤول. تعال هنا تعال تعال تعال. طبعا اعزائي المشاهدين اكيد بس والله العظيم صار بجانبي قال لك انت شنو جايب 6 الصبح بس ما سمحك انت وحكت هواي ما الرب وما غيرك. اعزائي المشاهدين رمضان كريم عليكم اكيد على كل فئات المجتمع من الفقراء والى المسؤولين. اكيد الرساله موجهه للمقصرين وان شاء الله ماكو مقصر لا ان شاء الله مسؤولين واخواننا واصدقائنا والطيبه موجوده كل ضمننا. لكن الهدف من هذه الرساله هو سعاده المجتمع وحتى ما يقولوا دائما مستهدفين فئه على حساب فئه اخرى. ارتئينا ان شاء الله نشمل كل الشعب بهذا الابتسام. شو توجه رساله للشعب بمناسبه رمضان الكريم؟ بغت رسالة عليها انت وجهت كراسي ما وجهت نقول حتى التو بعدها فحطان هسه صار به ورم مو بس اسهلوا اسهلوا رمضان كريم علينا وعليكم وعلى شعبنا. شكرا ان شاء الله ودم الخير والامن والامان ان شاء الله. ان شاء الله امين. اعزائي المشاهدين انتظرونا بحلقه جديده من برنامج بين كاظم وباسم الجزء الثاني. هذا البرنامج برعاية الرياحين لإنتاج العصائر المحدودة بغداد جميلة الصناعية مقابل جراج الشمال. انتظروا منتجاتنا الجديدة. تعال ماجد ياسين وتعال شبحك عصير تعال تعال من رايحين. المسؤول الطعاني ما
جوكم كابو مو باسم جوكم كابو مو باسم الزم ضيفك لا يحمى لازم على كرسة لحمة لو عصب ما في رحمة وباسم اليوم الضيف المزعة في التلفزيون الطلعة يحجي همومه ومال من عكابو باسم جوكم كابو مو باسم جوكم كابو مو باسم ويسم ويظلم ولك باسم تبسك من الناس كوف منه يا انت اللي مسوي روحك مشؤول لا وروح ابوك حامض حلو اقول لك تحكي علي وانت مقدم عما انا اخر ما اقدم ما عوي ابوك